للتوسع في النقاش ينضم إلينا من القاهرة رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية دكتور محمد عباس ناجي. أيضا من طهران ينضم إلينا أستاذ الأعلام السياسي في جامعة قم دكتور أحمد مهدي. أرحب بكما. أبدأ معك دكتور أحمد من طهران، لماذا هذا التشدد في الموقف الإيراني تحديدا للمرشد الإيراني علي خامنئي؟ لماذا هذا التدخل المباشر وعرقلة المفاوضات؟ جهود عربية وأمريكية تقوم لوقف اطلاق النار في غزة، لكن خامنئي مصر على استمرار الحرب، ويعني حتى لدرجة يمكن تشبيه هذا الموقف بالموقف الإسرائيلي المصر على الحرب في غزة. في البداية أوجه التحية لك وللضيف وللزملاء ومشاهدي قناتكم. في الواقع يعني هناك قراءة مختلفة لهذا الموقف في إيران عما تفضلتيه وورد في تقريركم، وهو أن المرشد الإمام الخامنئي في الواقع كان قد قال بأن العدوان على غزة يجب أن يتوقف، ولا يعني كلامه استمرار الحرب أو الحث على الحرب أو الحث على استمرار النزاع في المنطقة، لأن الضحايا في الواقع تجاوز عددهم 25,000، منهم 12,000 من الأطفال و7,000 من النساء. فمن المستحيل أن تقدم إيران مثل هذا الموقف الداعي إلى استمرار الحرب، لأن ذلك يعني استمرار سقوط الضحايا، هذا من جهة. وأما بالنسبة ل التطورات الجارية في البحر الأحمر، في الواقع السيد أو الإمام الخامنئي أكد تأييده لما تقوم به حركة أنصار الله في منع، سنتحدث عن هذا الشق دكتور أحمد، الإسرائيلية فقط. يعني سنعود إلى التدخل الإيراني بسوريا والعراق ويعني في البحر الأحمر، لكن اسمح لي أن أتوجه إلى الدكتور محمد ناجي. دكتور، يعني حماس هي طرف في هذه المفاوضات، هل برأيكم تستمع وتستجيب للمطالب الإيرانية؟ يعني ضيفنا من طهران يقول أنه من غير الممكن أن تتوجه إيران بأنه عدم وقف إطلاق النار في هذه المرحلة للناحية الإنسانية، لكن يعني هذه التقارير موجودة، المرشد الإيراني يعني يقول أنه الوقت غير مؤات لدعوات تطالب بوقف إطلاق النار. أهلا وسهلا بك وأهلا بضيفك والسادة المستمعين. في اعتقادي الموقف الإيراني بشكل عام يتسم بنوع من التناقض، تناقض حتى على مستوى تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي. خامنئي الذي ينتقد من يطالبون بوقف إطلاق النار، هو نفسه أول من بادر في بداية الحرب الحالية بنفي ضلوع إيران في عملية طوفان الأقصى، وحرص على أن تكون إيران بعيدة عن تلك الحرب، وهذا أيضا تصريحات أو دفع المسؤولين الإيرانيين الآخرين إلى تبني النهج نفسه، وربما قادة الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة. لكن دعيني أقول أنه حتى هذا التناقض على مستوى تصريحات المسؤولين الإيرانيين، في نفس اليوم الذي انتقد فيه خامنئي من يدعون إلى وقف إطلاق النار، كان وزير خارجية إيران حسين أمين عبد اللهيان يحضر جلسة في مجلس الأمن الدولي ويدعو أو يطالب مجلس الأمن باستصدار قرار لوقف إطلاق النار. هذا معناه أنه إيران تتعامل بنوع من الازدواجية مع ما يحدث، أو تتحدث بأكثر من لسان فيما يتعلق بالتعامل مع ما يحدث في المنطقة، وهذا ربما يطرح دلالات كثيرة. أما أن إيران أولا تريد أن تبعد نفسها عن شبه دعم حركة حماس أو دعم عملية طوفان الأقصى لكي لا تدفع كلفة أو جزء من كلفة هذه العملية أو جزء من كلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل عام، هذا من ناحية. وأيضا من ناحية أخرى إيران تريد توظيف ما يحدث الآن لدعم أو خدمة حساباتها ومصالحها وأجندتها في المنطقة، لكن أرجوك أجبني، هل حركة حماس هي الطرف المفاوض، طرف في المفاوضات، طرف في هذا الصراع، هل تستجيب لأي مطلب؟ يعني أنت اعتبرت أن هناك ازدواجية في المعايير بالموقف الإيراني، لأي موقف قد تستجيب حركة حماس؟ أنا في اعتقادي أنه في لحظة معينة، لو في حالة ما إذا وجدت إيران أن من مصلحتها الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو اتفاق لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، قد تضغط على حركة حماس
في هذا الأمر. إيران لديها نفوذ لدى الحركة ولدى الفصائل الفلسطينية بشكل عام، وبالتالي قد تستطيع أن تستخدم هذا النفوذ لممارسة الضغوط في هذا الأمر. ولو لاحظتي في خلال الهدنة السابقة كان لدى إيران حضور في التفاهمات التي جرت، لأنه فيما يتعلق مثلا بالإفراج عن التايلانديين المحتجزين لدى حماس كانت هناك معلومات تشير لأنه إيران استضافت محادثات بين مسؤولين من تايلاند ومسؤولين من حماس، وهذا معناه أن إيران ليست بعيدة عن التفاهمات التي تجري بين حماس وبين إسرائيل وعن الوساطات التي تبذل من أجل الوصول إلى هدنات أو هدن أو وقف الإطلاق النار في قطاع غزة. نعم دكتور أحمد، يعني هناك يتوقع خبراء أنه يأتي رد طهران على مقتل قادة من حركة حماس في الحرس الثوري الإيراني، أيضا قادة لقوا حتفهم تم قتلهم، أيضا عناصر من حزب الله في لبنان. هذا الصبر الاستراتيجي الذي تتحدث عنه إيران إلى أي مدى يمكن أن يدوم؟ إلى أي مدى يمكن أن يعني تقوم إيران باستخدام أذرعها من أجل تلافي التدخل المباشر في حرب بوجه إسرائيل؟ في الواقع يعني الموقف الإيراني واضح تماما، وقد دلل على ذلك يعني جميع التصريحات سواء ابتداء من المرشد ووزير الخارجية، وليست هناك أي ازدواجية في التصريحات أو المعايير. يعني إيران أعلنت منذ البداية أنها تدعم فصائل المقاومة سواء الفلسطينية أو اللبنانية من أجل التحرر، هذا أولا. والأمر الثاني، السؤال الذي تفضلت به بالنسبة إلى الصبر الاستراتيجي، في الواقع هناك صبر ولكن هناك رد أيضا، وقد ردت إيران بقصف أوكار التجسس الإسرائيلية سواء في أربيل أو في شمال سوريا بالنسبة للتنظيمات الإرهابية التي سعت أو في الواقع مدت الكيان الإسرائيلي بمعلومات حول الشخصيات والمستشارين الإيرانيين الذين اغتيلوا في سوريا وكذلك في مناطق أخرى. هذه في الواقع يعني الضربات التي وجهتها يعني الجمهورية الإسلامية هي في الواقع تؤكد أنها يعني لا يمكنها أن تتراجع عن خطوطها الحمراء وأمنها القومي، هذا من جهة. لكن من جهة أخرى أيضا إيران لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب لكي في الواقع تحافظ على سواء الخطوط الملاحية أو الاستقرار في المنطقة وأسواق النفط العالمية، هذه كلها اعتبارات في الحسابات الإيرانية. ولكن من جهة أخرى نجد أن الولايات المتحدة وبريطانيا ومعها بعض الحلفاء الغربيين هم الذين يوسعون دائرة الحرب سواء في البحر الأحمر أو في أماكن أخرى، بحيث الولايات المتحدة أعلنت مرارا أنها ترفض وقف إطلاق النار في غزة وكذلك الكيان الإسرائيلي وتدعمه وتمده بالسلاح نحو 400 طائرة سأنقل هذه النقطة يعني دكتور أحمد، سأنقل ما بين الولايات المتحدة والكيان. دكتور محمد، هل تعتبر أن الرد الإيراني يأتي متناسقا، يأتي متكافئا؟ هل نحن أمام صبر استراتيجي؟ هل فعلا تتفق مع الدكتور أحمد من طهران أن إيران قامت برد، قامت بقصف واستهداف مقرات زعمت أنها مقرات للموساد الإسرائيلي؟ هل يمكن القول أن إيران تقف موقف المتفرج؟ هل تستخدم أذرعها في المنطقة؟ هل يمكن أن نرى تدخلا مباشرا في المرحلة المقبلة؟ لا أعتقد أنه تدخل مباشر من إيران احتمال مرجح على الأقل في الفترة الحالية. إيران تدير الصراع عن بعد مع إسرائيل، ولو لاحظتي سنجد أنه المقاربة الإيرانية ما زالت هي نفسها بأنه إيران تقاتل أو تدير صراعها مع خصومها في مناطق بعيدة أو في دمشق وفي بغداد لكي لا تضطر إلى إدارة هذا الصراع في طهران، بمعنى أن إيران دائما تسعى إلى تعزيز أو دعم الميليشيات الموجودة في دول محيطة بإسرائيل لكي تدير الصراع مع إسرائيل عبر هذه الميليشيات.
وهذا يتضح من الضربات الأخيرة في سوريا، في العراق، في حتى باكستان وغيرها، هي تعبر عن المقاربة الإيرانية التي تشير لأنه خصوم إيران في النهاية هم خصم واحد. إيران تربط بين كل العمليات التي حدثت سواء في سوريا أو في العراق أو في داخل إيران نفسها، وترى أو تسعى إلى عبر ذلك إلى الترويج بأن هناك خطة خارجية لتقويض دعائم النظام في إيران ونشر الفوضى في إيران عبر أو بدعم من عناصر محلية، وهذا يفسر التحرك الإيراني للتعامل مع كل هذه التطورات. شكرا جزيلا لك، وأعذرني على المقاطعة، من القاهرة رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية الدكتور محمد عباس ناجي، أيضا من طهران أستاذ العلم السياسي في جامعة قم الدكتور أحمد مهدي، الشكر موصول لك.